هكذا يا هاله انا اكل بثلاثه بطون لن اغفر لك هذا القول ابدا عم شادي هل امك معك لا اذا تفضل سامحني يا عم شادي لم أقصد أن أوقع بينك وبين أمي على ما أسامحك لقد قلت الحقيقة ما كان ينبغي أن أتطوع بها هذا لن يغير من الأمر شيئا أمي حزينة لأنك خاصمتها ولن أصالحها أبدا تكون قد وقعت في معصية ها؟ ألم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما من يبدا بالسلام تريدني ان ابدا بالسلام وهي التي سخرت مني واساءت الي لم تتعمد ذلك ولم تقلها في وجهك اخبرها اني لا اكل بثلاثه بطون بل انا في حميه غذائيه منذ اشهر عديده يبدو ذلك واضحا جدا ومع ذلك لن ابدا بالسلام حسنا في المره القادمه ستحضر امي معي وستبدا هي بالسلام ولكن ارجوك ان تقبل اعتذارها ولا تحرجها ها؟ كيف ذلك حتى هذه اللحظه لم نجد بديلا للمدرس عصام واصل البحث وبلغني بما يستجد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدي أنا السبب في أزمتك مع الأستاذ عصام ماذا تقول؟ أخبرته دون قصد بأنك لن تقبل إجازته فأصر عليها في غضب وكيف عرفت أنني لن أقبلها؟ سمعتك تقول ذلك في الهاتف تقصد أنك فتنت علي ونقلت الكلام؟ نعم إنه خطأي وليس خطأ الأستاذ عصام أرجوك أن تسامحه ولكنه مصر على الإجازة حتى يكون بجوار أخته في الجراحة المطلوبة لها أه؟ لم يذكر لي ذلك خشي أن يكون موضع شفقة منك ومن سائر المدرسين يبدو أنه شخص نبيل ونحن جميعا في حاجة إليه وأنت أولنا أنا؟ نعم كنت تقول إنك لم تجد بديلا له إياك أن تخبره بذلك اطمئن لن أكرر خطأي شيماء حذاري أن تنقل لي كلاما سيئا آخر أنا ألم تقل إن ياسين وصفني بالبخ؟ كان يقصد أنك حريصة قليلا ورغم ذلك قال من قبل كلاما جميلا عني كلام جميل؟ نعم قال إنك أشطر من في القصر واذكاهم واكثرهم تعاونا مع زملائه وحبا له ياسين قال كل ذلك عني وقال ايضا انه لن يستطيع ان يتحمل خصامك له ياسين تعال يا ياسين شيماء لا تغضبي مني لقد اخطات في حقك ولا ينبغي ان تخاصميني اكثر من ثلاثه ايام بقي خمس دقائق فقط في اليوم الثالث حسنٌ، لقد سامحتك، وما دليلكِ على ذلك؟ تفضلا، بعض الشوكولاتة التي أخذتها من أمي في الصباح، حتى تعرفا أني لست بخيلة. أنا أذهب لشادي في منزله؟ يا أمي، خيركما من يبدأ بالسلام. أنا لم أخاصم حتى أصالحه لقد قلت إنه يأكل بثلاثة بطون أنت الذي قلت له ذلك قل لها أن تفعل ذلك من أجلك يا أمي افعلي ذلك من أجلي تريد مكافأة على خطأك قل لها حلي مشكلة شادي أولا ثم عاقبيني كيف شئت أخشى أن تعاقبني فعلا مشاهد. هل أمك موجودة؟ نعم، تفضل شادي أتيت لأبدأ بالسلام يا هالة سامحني يا شادي لم أقصد أن أسيء إليك سامحتك يا هالة تفضلي ما هذا؟ ثلاثة من البيتزا ألم تقولي إنني آكل بثلاثة بطون؟ <applause> تعني أن كلها لك؟ لا، واحدة لي وواحدة لك وواحدة لعمر. اطمئن، سأعطيك نصف علبتي. الحمد لله، عاد الأستاذ عصام إلى المدرسة، واستطعت أن أصلح بين كل المتخاصمين بسببي. عود نفسك على الصلح بين المتخاصمين. حتى لو لم تكن أنت السبب في خصامهم. نعم، سأفعل، ولكن حدثني عما حدث لك ولزوجتك وأنتما على السفينة إلى عسقلان. آه، كانت محنة كبيرة. انتبه يا محمد، إنهم قادمون إلينا. أيها الرجل، دعنا نفتشك كما فتشنا سائر الركاب. على الرحب والسعة، هذه ملابسي وهذه أغراضي. ها؟ هذا الرجل أيضاً ليس معه شيء. يبدو أنك كذبت علينا بشأن نقودك المسروقة. لا، لم أكذب، أنتما لم تفتشا زوجته حتى الآن. لا بأس. فلتاتي احدى الراكبات وتفتش زوجتي نحن ليس لدينا ما نخشاه ايها الرجل نعم يا صاحب السره الضائعه اين اخفيت نقودك فلم يعثر عليها احد تقول نقودي اليست نقودك انت لن اتركك حتى اعرف كيف اخفيتها القيت بها في البحر يا الله كيف ذلك لم اكن لاتركها لك ايها اللص الماكر ولم اكن لاترك الركاب يظنون اني سرقتها منك فافقد ثقتهم في وتسوء سمعتي لديهم عندما تنتشر القصه بين الناس سمعتك من انت حتى تتحدث عن سمعتك بين الناس انه الشيخ الجليل محمد ابن اسماعيل البخاري الامام البخاري هل عرفت من كنت تنوي سرقته ولكنك رميت كل مالك في البحر سيعوضني عنه الله ان شاء وحتما سيعاقبك على مكرك كبير الامام البخاري امامنا ادم بن ابي اياس بل انت امامنا يا بخاري عفوا يا امامنا لقد تعلمت منك الكثير دون ان اراك وانا ايضا قرات لك الكثير دون ان اراك وهذا ما جعلني اصر على دعوتك الينا في عسقلان هذا شرف لي بل شرف لنا جميعا طلاب العلم في انتظارك الليله في مسجد المدينه الكبير لينهلوا من علمك الغزير وهل رتبت لي لقاءات مع رواه الاحاديث التي ذكرتها لك نعم اعلم انك جئت تستوثق من صحه هذه الاحاديث الشريفه حتى تضمها الى كتابك الجامع